تعالوا بقى نروح للنتائج المتميزة اللي حققتها بعثة المنتخب الوطني اللي شاركت في منافسات بطولة العالم للمواي تاي اللي أقيمت في كوالالمبور مؤخرا واللي انتهت بيه الأمس، وفاز الحقيقة منتخبنا بسبع ميداليات متنوعة بواقع ميدالية ذهبية وميداليتين فضيتين وأربع ميداليات برونزية. طبعا ده ما جاش من فراغ، ده جه نتيجة منافسات البطولة اللي أدى من خلالها لاعبتنا أداء ممتاز وبالتالي سجلوا إنجازات جديدة للرياضة المصرية. مليون مبروك للاتحاد المصري للمواي تاي على هذا الإنجاز، وأكيد مستنين منه المزيد من النجاحات والإنجازات. وعشان برضو ندي الحق لأصحابه لازم نتوجه بالتحية للأستاذ محمد إبراهيم رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي اللي منورنا ومشرفنا حاليا على التليفون. أستاذ محمد صباح الخير على حضرتك يا فندم ومليون مبروك. صباح الورد كريم بيه، الله يبارك في حضرتك، وسعداء ان احنا بنسمع صوتك على قناة الاهلي، وسعداء جدا باهداء اللاعبين المصريين السبع ميداليات الغاليين اللي قدموهم لمصر وشعب مصر. يمكن جدير بالشكر ان اللعيبة المصريين اول مرة نشارك بطولة العالم للناشئين والشباب، ونشكركم دايما على متابعتكم ومساندتكم. جميل. طيب اكيد الانجازات اللي اتحققت دي ما اتحققتش من فراغ، انا بس عايز اطلب من الزملاء لو في امكانيه ان انا اسمع الدكتور يعني استاذ محمد على الاير بيس، يعني اكيد اللي حصل ده استاذ محمد ما جاش من فراغ بطبيعه الحال، ويمكن مفارقه لازم نقف عندها، فكره ان دي اول مشاركه ويتحقق من خلالها انجازات بالحجم ده، فالاستعدادات كانت عامله ازاي؟ التحديات كانت عامله ازاي؟ والله يا كريم، اللاعبين المصريين كانوا قد المسؤوليه، الجهاز الفني اللي كان موجود بقياده المستر رفعت جابر وكابتن وليد زكريا والكابتن ايمن القصاني وبمساعده الكابتن احمد عيسى، قدروا ان هم يجهزوا اللعيبه في الفتره القصيره اللي كانت قبل بطوله العالم، رغم التحديات وعدم كان في صعوبات شويه في وجود بعض التذاكر السفر، ان كوالالمبور الموسم السياحي كان موجود في دون في الوقت الحالي، الا ان اللاعبين قدروا يوصلوا ويشاركوا، كانوا على اعلى مستوى من الجاهزيه، ولاعبين اتنافسوا مع اعلى واكبر دول في العالم في رياضه المواي تاي، واثبتوا ان هم قدر المسؤوليه. وفي مين ممكن تغلب على الدول رقم واحد في المواي تاي زي روسيا وكازاخستان وتايلاند، والحمد لله يعني العالم المصري ولاعبتنا توجوا على اعلى المنصات العالميه، منصه بطوله العالم وذهبيه عالم غاليه حصدها اللاعب وليد زكريا لمصر، وشرفنا برضه سفير مصر في جمهوريه مصر العربيه في ماليزيا معالي السفير رجائي نصر، يعني فرصه نشكره انه تابع البطوله اول باول وتابع انجازات لاعبتنا. هو الحقيقه دايما سفراء مصر في الخارج بيكونوا يعني من اوائل الحضور ومن اوائل الداعمين لاي فريق لاي بعثه لاي منتخب مصري بيشارك في فعاليات اي رياضه من الرياضات. على ذكر الرياضات، احنا قلنا كلمه مواي تاي اكتر من مره خلال اللقاء ده مع حضرتك، ويمكن البعض من مشاهدينا مش عارفين ايه هي رياضه المواي تاي، فنستاذن حضرتك بس في تعريف ولو مبسط للرياضه دي. رياضه المواي تاي هي الملاكمه التايلانديه، هي رياضه عريقه ومعروفه على مستوى العالم، وتعني بالعربي الملاكمة التايلاندية. أيوة. هي رياضة مزيج ما بين الملاكمة وبين التايكوندو، وتمارس على حلبة ملاكمة مع ارتداء كامل أدوات السلامة. تمام. خلال ثلاث جولات بيمارس فيهم اللاعبين مهارات اللكم باليد وبالكوع والركل بالساق وبالركبة، ومن خلال الثلاث جولات بيتم تقييمهم مع صاحب أعلى نقاط مؤثرة بيكون هو صاحب الفوز، بيحصل على الرابح في الجولة على 10 نقاط والخاسر على 9 نقاط، ومن خلال الثلاث جولات يتم جمع جميع النقاط ويتم إعلان الفائز صاحب الأعلى نقاط موجودة. تمام. طيب يعني أكيد حضرتك أدرى مني بكتير، بس أنت أكيد عارف أن الرياضات القتالية أو رياضات الدفاع عن النفس ليها شعبية كبيرة جدا في وسط المصريين، حتى لو كان البعض منهم حاببها وهو لا يمارسها أو بيمارسها ولكن بشكل غير احترافي، ليه المواي تاي مش واخدة نفس يعني الجماهيرية اللي واخدها رياضات تانية من عينة الكاراتيه والجودو والتايكواندو إلى آخره؟
كريم بيل المواي تاي اتحاد حديث العهد أشهر في سنة 2020 بقرار رقم 159 لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أشهر الاتحاد المصري للمواي تاي. رياضة المواي تاي عندها شعبية دلوقتي تكبر، كويس. يمكن احنا بعتنا بعض احتفالات بعض المحافظات بأبنائها بالألافات موجودين في الشوارع بيحتفلوا بأبطال العالم. هاي مصر كلها ابتدت تتعرف على رياضة المواي تاي وما هي رياضة المواي تاي وما هم لاعبين المواي تاي من خلال الإنجازات للاتحاد الحديث العهد. صحيح. أثبت نفسه ولاعبينه وأثبتوا نفسهم ومدربينه وقدروا إنهم يستطيعوا إنهم يوصلوا لأعلى منصات التتويج العالمية ورفع علم مصر خفاقًا. فمعظم شعبية اللعبة بتكبر بشكل كبير، وأنشطة الاتحاد الحمد لله قدرت إن هي تشمل محافظات الجمهورية. جميل، كويس ان الرياضه يعني شعبيتها في زياده ملحوظه حسب كلام حضرتك. احنا عايزينها توصل للمرحله اللي هي تكون من خلالها جاذبه للمعلنين والاعلانات عشان يكون في فاندنج، وعشان اكيد ده شيء هيقاس يعني هيساعد حضرتك وهيساعد كل القائمين على الاتحاد المصري للمواي تاي. فعلا كريم بيه احنا سعداء جدا ان رياضتنا الحبيبه قدرت انها تثبت نفسها في الفتره الوجيزه صغيرة، وقدرت ان هي تثبت ان الاتحاد له رؤية مستقبلية وقدر ان هو يوصل بلاعبينا. يمكن يعني احنا شاركنا في بطولة العالم في ابو ظبي بالكبار وشاركنا بالناشئين والبراعم والشباب في بطولة العالم كوالالمبور. احنا من خلال فترة اشهار الاتحاد من 2020 الى هذا اليوم قدرنا نشارك في بطولتين، بطولة العالم للكبار وبطولة العالم للبراعم والناشئين والشباب، والحمد لله معظم لاعبينا حصلوا وحصدوا ميداليات. احنا سعداء جدا بهذه الانجازات وسعداء بلاعبينا واولادنا وبناتنا واولادنا ان هم أكيد. اصبحوا ابطال عالم، والمصريين اثبتوا نفسهم وكلمه مصر وعلم مصر موجود دايما في بطولات العالم دي. عظيم. بتستعدوا ايه بقى لايه ان شاء الله الفتره الجايه يا استاذ محمد؟ والله احنا حاليا دلوقتي بنستعد لبطوله العالم للجامعات، عندنا لاعب ولاعيبه ان شاء الله مشاركين في بطوله العالم للجامعات ونجهزهم ان شاء الله. طبعا الموضوع جديد علينا احنا كاتحاد مصري والمشاركات الدوليه والاحتكاكات دي كلها، لكن احنا ان شاء الله بس احنا الحمد لله زي الفل، ويوم ما شاركنا في تفاعله دوليه يعني حققنا فيها انجازات محترمه جدا الحقيقه. الحمد لله مصر قد الدنيا كلها في كريم بيه، ولاعبين مصر ابطال ومعنوياتهم عاليه وقدروا يثبتوا نفسهم. وان شاء الله ان شاء الله يثبتوا نفسهم اكتر واكتر الفتره الجايه، ونتكلم مع حضرتك في المزيد من النجاحات والانجازات والبطولات ان شاء الله في القريب العاجل. الله يخليك كريم ان شاء الله. شاكر جدا، ربنا يخليك. ده احنا اللي بنشكر حضرتك وبنحييك وبنهنيك على الانجاز المحترم ده. يمكن كريم بيه فرصه اشكر معالي الوزير اشرف صبحي لمتابعته الدوريه للبعثه اول باول، اشكر كل الكوادر والقائمين على وزاره الشباب والرياضه على دعمهم لرياضة المواي تاي ولاعبين رياضة المواي تاي ومنتخب مصر. وفرصة أشكر كل شعب مصر ونهديه الميداليات الغالية، وإن شاء الله بإذن الله يكون في أحسن وأحسن وأحسن إن شاء الله. الله إن شاء الله. تحياتي وشكري وتقديري كريم بيه. ربنا يخليك يا فندم، وإحنا بدورنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر على وجودك معانا، وبنحييك طبعا يعني تحية كبيرة جدا على الإنجازات المحترمة اللي حصلت. وخلاص أنتوا كده طمعتونا بقى إن إحنا إن شاء الله مستنيين منكم بإذن الرحمن في القريب العاجل المزيد من النجاحات والمزيد من الإنجازات إن شاء الله. بنشكرك أستاذ محمد، والحقيقة عايز أضم صوتي برضو لصوت أستاذ محمد في توجهه بالشكر لمعالي الوزير أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. يعني هو كان بيشكره على دعمه لرياضة المواي تاي، أنا عايز اشكره على دعمه لكل الرياضات المصريه زي ما كلنا متابعين في الفتره الاخيره. الحقيقه معالي الوزير يعني لا يدخر اي جهد ابدا في انه يكون موجود وفاعل وداعم سواء بشكل يعني مباشر او غير مباشر لكل الرياضات المصريه ولكل المنتخبات والبعثات المصريه اللي شاركت واللي سافرت في الكام شهر او حتى الكام سنه اللي فاتوا، وشاركوا بمنتهى النجاح وبمنتهى القوه وحققوا انجازات محترمه جدا يعني في كتير جدا من البطولات العالميه. فاكيد كل التحيه وكل الشكر ليه معالي الوزير.